مساء الخير جميع طالباتي طالبات وطلاب المدارس الثانية في البحرين. راح أبتدي بإذن الله إن شاء الله بنبتدي شرح شابتر 4 الحين. طبعا في بعض الأجزاء ما راح تدخل معانا في الامتحان، براويكم عقب شوي. الحين بنبتدي بأول بيج اللي هو بيج 62. أول شيء هذه الشابتر اللي عندنا يتكلم عن التكنولوجي وعن الإكويبمنتس اللي أما متواجدين في الأوفيسز وفي الورك بليسز. كل المكاتب وكل الشركات وكل المدارس ولا واحدة منهم ما في يكون فيها أي من أنواع التكنولوجيا موجودة. يعني مثلا عندنا التلفونات، عندنا الكمبيوترات، عندنا الإنترنت. This is just an introduction of what this chapter is going to be about اللي هو التكنولوجي والإكويبمنت. طبعا حق اللي يبون يعرفون شنو السبب أن أنا بسوي سناب شات، لأن بهالطريقة هالطريقة أضمن عدد أكبر منكم إنه يقدر يتابع على سناب شات. سناب is much easier. وشيء ثاني، حتى اللايف شات أحيانًا يقطع. For this way I make sure إنه no one misses out on the revision for the final exam of the office management. ف if you have any questions please feel free to ask me. I'll start explaining the lesson straight away. مع تطور الزمن وتطور الوقت نلاحظ أن حتى التكنولوجيا تتغير وتتطور. For modern technology they've made huge improvements in the efficiency of the workplace. الأجهزة اللي موجودة عندنا في المكاتب، يعني مثلا الكمبيوترات والفاكسز وغيرها، الطابعات، لما كانت موجودة قبل 10 أو 15 سنة طبعا the quality of the work كان totally different. يعني شلون؟ مثلا قبل لو كان عندنا printer يطبع، ممكن يطبع 10 papers مثلا in 1 minute. Printers nowadays they can print up to 100 papers in 1 minute. So therefore technology is improving and it's changing for the best. It's becoming faster. Therefore it's helping organizations improve the productivity and the condition of the workplace. The productivity طبعا هاي معناته شنو؟ الانتاجية في العمل. كل ما تطور الزمن والتكنولوجيا راح يساعد ال. On the other hand, as the environment has been changed and it's very different from before, في أمور وايد تغيرت. في عندنا مثلاً ال workers safety، بشرح لكم عقب عن ال safety. عندنا business ethics اللي هي أخلاقيات العمل، ال communication أو التواصل بين الموظفين وبين الإدارة، التدريب، التكنولوجي والاستثمارات والإنتاجية تغيرت كلها بحكم إنه طبعا التكنولوجيا تغيرت وطريقة العمل حتى الحين في الوقت الحالي تغيرت عن قبل. يعني قبل هنا ما أعطيكم example إن كانوا الموظفين يقعدون لساعات طويلة على wooden chairs using the typewriters علشان إن أهما they type. فالحين life is much easier for employees because technology helped them a lot to improve and to even make the employees feel that the offices are like their second homes. فمثل ما كاتبين لكم هني it's a home away from home. فالموظف يحس هو قاعد في بيته حتى. So if I ask you a question, what are the advantages of technology اللي هم فوائد ومنفعات التكنولوجي؟ النقطة الأولى اللي عندنا speed اللي هي السرعة، سرعة إنجاز العمل، سرعة توصيل يمكن المعلومات. مثلا قبل ما كان عندهم إنترنت، فكانوا مثلا إذا أنا بطارش document to another country I'll have to use the fax. الحين صار في عندنا الإيميل. عندنا النقطة الثانية اللي هي الأكيرسي أو بمعنى آخر الدقة في العمل. الدقة شلون؟ من أي ناحية؟ الحين أنتوا أبسط شيء حتى في تلفوناتكم، if you're typing a message على الواتساب ولا you're using the notes or whatever، التلفون إذا أنت كاتب spelling غلط يعدل لك شو، يراويك إنه يحط لك خط حتى إن the spelling is wrong. فحتى الناس صاروا يعرفون مثلا إذا كتب كلمة غلط يعرف إنه oh there's a problem with it. فصار في دقة حتى في كتابتنا ونتكلم عن شنو حياتنا بشكل يومي. النقطة الثالثة عندنا saving time and human efforts، لأن التكنولوجيا قاعدة تأخذ محل الموظفين في بعض الأمور. مثلا عندنا الشركات اللي هي يسوون الشوكولات أو البسكت، قبل كان التغليف يكون يدوي، الحين صارت لا، الأجهزة تأخذ مكان الموظف، فبالتالي صار في توفير حق الهيومن افورتس وحتى الوقت، لان شيء طبيعي ان الاجهزه ممكن هي تؤدي عملها بشكل اسرع من الشخص العادي وبدون اخطاء. النقطه اللي عندنا نمبر 4،
better appearance for documents اللي هو المظهر الخارجي للدوكيومنتس. إذا أنا قلت لك أنت تعالي يلا كتبي لي أو اكتب لي تقرير الحين، إذا أنا جيت وكتبتها بيدي الحين هذه الورقة، وأنا الحين باي بكتب مثلا office management، أكو أشوف الحين مثلا قلمي ما كتب عدل صح؟ إنزين إذا أنا طبعت هل ممكن تصير هاي المشكلة؟ obviously لا، لأن when you print when you type في Microsoft Word and then when you print out بيطلع لك خط يكون مرتب وواضح، عكس الحين أنا مثلا جيت هني بكتب هاي الريبورت كاب خط يدي، المظهر الخارجي حق الدوكيمنت ما بيكون بروفيشنال ومرتب كثر الدوكيمنت اللي هم المطبوعين. So point number five is providing more workspace اللي هو شنو التخزين حتى، لأن الحين إحنا صرنا أكثر الشغل حتى we save it on the computers, we save it on flash memories, ف we don't need a huge space to save all those files and the documents مو نفس قبل. Point number six is more teamwork and communication. Teamwork اللي هو إن أنت تشتغلين في تيم، يكون في تعاون بين الموظفين ويكون التواصل بينهم أفضل. So point number seven is resource efficient. تعرفون شنو معنات لما أقول لك مثلاً this work is efficient أو معنى كلمة efficiency؟ It means إن you achieve the maximum productivity with the minimum resource. إن هي الإنتاجية تكون maximum بس إن أنت الاستهلاك مالك يكون أقل حد. حتى مثلاً مثل شنو أعطيكم example الأوراق الأقلام، هذه القرطاسية اللي إحنا نستخدمها، المصادر أو الموارد اللي إحنا عندنا، صرنا نقدر إن إحنا نحقق أكبر عدد من الإنتاجية بأقل تكلفة ممكنة، وطبعاً thanks to what to technology. This is one of the most important advantages of technology. Point number eight is related to point number seven, kind of saving costs أو اللي هو تقليل التكاليف، تقليل المصاريف بسبة التكنولوجي. So now we're going to discuss the aspects that technology has helped in changing. Here we have some examples. Technology طبعا مو بس غيرت اللي هو طبيعة العمل اللي هاي النقاط اللي احنا شرحناها من قبل، بس في بعض الأمور والنواحي تغيرت بسبب التكنولوجيا في مجال العمل. عندنا الشيء الأول اللي هو الإكويبمنت، هني تشوفوا كتبت لكم أنا عندنا الإفكتس اوف تكنولوجي، عندنا على 3 things. We have here equipment, office furniture and the office appearance. So we're going to discuss the first part which is the equipment أو اللي هي المعدات، النقطة الأولى. فالمعدات هني لحظة بوريكم example، هني كاتبين لكم equipments are much smaller, they're lighter, they require less power, more information is stored on computers. حجم الأجهزة تغيرت، الأجهزة صارت أصغر وصارت الأجهزة تؤدي عملها على وجه أسرع من قبل. So why do we use the computers at the offices and what are the purposes for using computers؟ طبعا في وايد أمور احنا ممكن نستخدم الكمبيوتر عشانها في مجال العمل، لكن هني احنا حاطين لنا خمسة نقاط بنشرحهم. أول شيء اللي هو الوورد بروسيسنج، مايكروسوفت وورد، نستخدم المايكروسوفت وورد عشان ان احنا we write letters, we type documents, reports. أو point number two is excel. الاكسل تعرفون ان انتو حاجة تستخدمونه او تعرفون انه هو اللي يكون عبارة عن spreadsheets الجداول، يستخدمونه حق عادة الاكاونتس ويحطون فيها equations عشان يحسبون الفاينانسز مالت الشركة، وايد اشياء امور ممكن ان الموظف يستخدم فيها الاكسل ويستفيد منها. number three is database software اللي هو يكون برنامج خاص حق الشركات، حق المدارس، انه يقدرون ان هم ينزلون فيها بعض الامور اللي هي خاصه بامور ريبورت خاصه بالعمل نفسه وبمجال العمل. مثلا عندنا معطينا اكزامبل هنا ان tool used in schools for keeping records of students، يحطون فيه اسامي الطلاب الطالبات، درجاتهم، رقمهم الاكاديمي، هذه يسمونه database software. عندنا قبل الأخير اللي هو PowerPoint. PowerPoint نستخدمه حق presentations، حق meetings، حق الاجتماعات. وآخر نقطة عندنا online communication. online communication هو تبع تقريبا الانترنت. شوفوا هذه النقطة اللي هني internet. What is internet? This is considered as the definition of internet. It is the transfer of information either through phone line, wireless or satellites.
فالانفورميشن وي كان ترانسفير ذم اونلاين. عندنا هنا في بعض القابلين مثلا هنا معطينا اكزامبل ان ذا سيرفيس بروفايدرز في البحرين عندنا باتيلكو, but I think this is an old book, that's why حط لكم only باتيلكو. حين عندنا زين, صار في عندنا فيفا, مينا تيليكوم, عشان احنا we get internet from them and that connects you to anywhere in the world. So here, what's an internet page? An internet page is called a website. هاي لازم تعرفونه. It's easy. اللي هو صفحة في الانترنت يسمونها website. For now, usually, if you see any new business حتى في البحرين أو خارج البحرين, صار أغلب الشركات والمؤسسات الوزارات عندها موقع إلكتروني أو website. It's much easier for the customers to get in touch with the companies عشان they get to help. حتى صار في عندهم حتى نفس لايف chat, حين مثلاً زين وبتلك وغيرهم عندهم لايف chat يكون موجود في الويبسايت مالهم. It helps clients get in touch with the company much easier and faster than before. So now we explained computers, شرحنا الانترنت شنو معناته. Now we're moving on to the third part, which is what? The search engines, أو محرك البحث باللغة العربية. عندنا جوجل, كاتبت لكم هنا other examples like Yahoo, like Ask. جوجل ليش احنا ندخل له؟ شنو السبب؟ انت قاعد تدورين شيء معين, information معينة, او مثلا اسم شركة انت مو متأكدة منها او business خارج البحرين. You can just type in Google. So Google can help you to take you to any other website that you need or get any kind of information. صاروا الناس الحين حتى take some few seconds to get an answer for a question they have in Google. مثلا how many calories can I burn if I run for 1 minute? يطلع لك مثلا 15 calories. I'm not sure, you can Google that if you wish. So search engines, they have helped people to get information much easier and faster. And it can give you access to find any website in the world. You can just type anything that you want in Google and you'll get the answer immediately. كوني ترى حاطين لكم examples بعد حق search engines اللي هما ياهو, جوجل, موزيلا, فايرفوكس, هوبيرا. So هني معطينكم example, if you check Toyota cars in the Gulf, تكتبين في search Toyota cars in the Gulf, تطلع لك هذه الwebsites and you can click on whatever you want. Anyways, you need saying Toyota Gulf, هني كاتبين لكم Texas. But you get the point anyways. حق أي شركة أو أي company, just type in and you'll get the information that you need. Anyways, so we're done with the search engine here. We'll move on to the email, the fourth part. Email is a short for electronic mail. أنا مرة حطيت هاي السؤال وايد عندي students غلطوا فيه. Electronic mail. This is important and it's very basic. Electronic mail means email. It's a short for email. Latin sound هذه parts. It's the fastest way of communication between two or more people or organization anywhere in the world. حط لكم هنا example صورة email, and you can send, like you can attach a document, you can attach a picture if you wish through email. And now we're moving on to the last part, which is the telephone system. طبعا وجود التليفون في الشركات شيء جدا أساسي ومهم, وهي أسهل وأسرع طريقة حق التواصل. أنت بتاخذين موعد مثلا مع عيادة, ما بتين بديشين الويبسايت مالهم عشان you book an appointment, you'll just get their phone number and give them a call. So it's much easier for people outside the company to get in touch with the people inside, and even for the people working inside between different departments, and they can communicate with each other. يكون في عندهم extension أقدر أنا أتصل في مثلا موظف من department ثاني. So now we're moving on to the second part here, which is the office furniture, أو اللي هو الأثاث المكتبي. إشلون التكنولوجيا قدرت إن هي تغير أو تأثر على نوع الأثاث المستخدم في المكاتب؟ طبعا لأن الناس صار في عندها وعي, صار في عندها إدراك أكثر, التكنولوجيا ساعدتهم إن هم ممكن يحققون بعض الأمور اللي تكون صديقة للبيئة أو محافظة للبيئة. يعني مثلا الفرنتشر صار وايد في ناس يستخدمون أو شركات يشترون فرنتشر اللي هو يكون الريسايكلد, يشترون البينت اللي يكون without chemicals عشان they take care of the environment. فطبعا هاي بسبب ان التكنولوجيا ساعدت الادارات او الموظفين ان هم يحققون هذا الشيء اللي هو التغيير في طريقة الاثاث المكتبي. So we're done with this part, the office furniture. Moving on to the last point, office appearance.
في فرق بين الاثنين. شنو هذه؟ هو شنو معناتها؟ الأثاث المكتبي، وهذه شنو؟ المظهر الخارجي للشركات أو للمؤسسات. فالappearance اللي هو المظهر. So the modern offices, they're saying that they're much more personal and they're designed and built for comfort. عشان الموظف يحس إنه حتى هو قاعد في، يعني مثل ما قلنا، مساعة بيته الثاني. ممكن الحين مثلا okay, I'll show you my office. Look, I have these little things here and this is my office at home. But even in the workplace, I can do that. يعني أقدر أنا أحط الأشياء اللي أنا أحسها تعكس شخصيتي، الأشياء اللي أنا أحبها. وغير ذي إنه صار في مثلا المكاتب عندنا تغيير في الديكور. مثلا هني صار في more windows, more lights, natural lights. The furniture is modern, it's chic. And there's a trend for open spacing and the height of the cubicles are being reduced. The كرون في البداية ما خذينا أنواع الأوفيسز، كان في عندنا كيوبيكل، كان في عندنا اوبن. صاروا حتى الكيوبيكلز واللي هم الحواجز مثلا صارت انزل. ليش؟ عشان يكون المكان شرح ويكون الموظف يقدر حتى يشوف مثلا الموظف. قبل ما اواصل شرح الاذر بارتس براويكم بيج 72، لان وايد منكم قاعدين يسالوني مو بعارفين بالضبط شنو محذوف. Page 72 هذه كلها ما راح يدخل معانا في الامتحان النهائي، بس هني من maintenance اللي هو الصيانة. This part is included. فهذه شنو؟ لا تنسون هذه part في page 72 بيكون معانا في الامتحان النهائي. So now we're moving on to the last part of chapter 4, which is the maintenance. The maintenance هني كاتبت لكم معناتها الصيانة. والصيانة we have two different types of them. The first one is the preventive maintenance and the second is the remedial maintenance. The preventive أو الصيانة الوقائية, it happens on daily or weekly basis عشان we have to detect small problems and we report them. مثلا عندكم في البيت انتو ايسياتكم، الايسيات السبلت او الويندو او غيرهم، مو بلازم بين فترة وفترة احنا لازم نشيل الفلتر، لازم ننظفه علشان يكون الجهاز او المكيف يشتغل بطريقة تكون صحيحة. فهذه يعتبر شنو؟ يعتبر preventive maintenance قبل ما إنها تصير المشكلة. Remedial maintenance it starts after the machine has stopped. If you have a problem مثلا سيارتك ما تشتغل، التلفزيون أو الراوتر، الانترنت راوتر، الثلاجة، whatever، أي نوع من أنواع الأجهزة، when it stops working you will need the remedial maintenance. تحتاج صيانة تكون علاجية، وعادة أن الصيانة العلاجية تكون مكلفة أكثر من الصيانة الوقائية. يكون في تبديل spare part أو يكون في خلل أو أشياء مكسورة، فهاي تكون أغلى. Page 73 هني اللي هو maintenance register. رأيكم مثلا خلينا قلتي في المكتب عندك your printer is not working، فتكلمين الوكيل انه تعال وشيكه واحنا جهازنا مخترب. فهم لما ياخذون لازم يكتبون تقرير عن الجهاز، شنو المشكلة اللي فيه، شنو نوع الصيانة اللي بيسوونها. هني يكتبون name of the machine، اكتب مثلا خلينا نقول HP printer، date purchased، شريناه خلينا نقول قبل سنة من اليوم 13/1/2017. Date of maintenance اليوم يوم خذوها 13/1/2018. الأكشنز مثلا recommendation، شنو الأكشنز اللي بيسوونها حق المشين حق البرنتر؟ يمكن مثلا changing شنو، change spare parts. أوكي، فنكتب نوع الإجراء اللي خذيناه، الشخص اللي هو سوى المينتنس، وهني نكتب شنو التوقيع. توقيع مثلا توقيع الشخص اللي هو سوى المينتنس. الحلول حق إذا عندكم، أنا مشكلة كراسي نسيتها في المدرسة، بس الحلول مالت الكراسة موجودة في الأكاونت مال الأستاذ إبراهيم أمان، حطيت لكم مساعة الصورة عند الدشون على اللينك وتختارون تشوفون اللي هو حل كراسة الأدر. عنده حل كامل حق الأسئلة، فممكن تشوفون بالعكس بفيدكم إذا أنت وشفتوا الحل في الكراسة
بيعطيكم اكزامبل على نوع الاسئله اللي بتجيكم. شابتر 5 عندنا هني يتكلم عن السيفتي والهيلث، اوكي، الصحه والسلامه، فبيغطي بعض النقاط الحين احنا بنتكلم فيهم. في صفحات بتكون محذوفه ما بتدش معانا في الامتحان، بعد بقول لكم عنهم عقب شوي. فا basically the introduction for this chapter، هني احنا نناقش طريقة أو كيفية العمل بطريقة آمنة، حيث ان احنا نضمن ان الموظفين ما تصيدهم اصابات عمل، شلون ان هم يتصرفون بطريقة صحيحة، اجراءات الامن والسلامة اللي يجب اتباعها في مجال العمل للمحافظة على سلامة النفس وسلامة الاخرين. So what is the need for working safely? Why do we need to have safety in the offices or in our workplaces? Point number one, safety is necessary for أول شيء عندنا protection of self and others، اللي هو شنو؟ الموظف يحمي نفسه ويحمي الآخرين، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية saving the business from loss of time and money، لأن إذا صار في عندنا إصابة عمل، في عندنا موظف تعور في الشغل، طبعا اللي بيصير إنه بيصير في مضيعة وقت، لأن الموظف المريض أو المصاب طبعا ما راح يداوم، والشيء الثاني الشركة راح تتكفل في علاجه، فبالتالي بيصير في خسارة حق الشركة من ناحية وقتهم بيضيع، الإنتاجية بتقل، وشيء ثاني حتى بيصير في خسارة فلوس. عشان كذي safety is important. Point number three, save the assets from loss and damage. الأسets اللي هما رأس المال اللي عندنا، المعدات عندنا، فالأسets اللي هما موجودين في الشركة احنا بنحافظ عليهم ان يصيد ما يصيدهم عطل ولا انهم يختربون. النقطة الرابعة والأخيرة following the law of the country and to comply with international standards، لأن طبعا كل دولة فيها بعض القوانين اللي تخص الأمن والسلامة، ويجب على الشركات وعلى الأوفيسز إن هم يتبعون هذه القوانين. So safety is vital, it's important for workers and for employers، اللي هما الموظفين وفي نفس الوقت المدراء. بيئة العمل اللي هي تكون فيها مشاكل أو تكون unsafe، it means potential health problems، it means absenteeism and compensation. Absenteeism اللي هو شنو معناته؟ الغياب، بسبب فيه مشاكل يصير فيه غياب، بيزيد فيه غياب الموظفين، وبيصير فيه حتى شنو عندنا دامج أو خسارة حق البيلدينج، حق الأجهزة اللي عندنا، حق الماشينري. وآخر نقطة اللي عندنا both the employer and the employee they're responsible for the safety and the organization، مو بس شغل المدير، شغل المدير والموظف لازم كلهم يتعاونون علشان يحافظون على الأمن والسلامة في المكتب وفي مجال. الحين هني شوفوا هذا البوكس الوردي كاتبين لكم always bear in mind that prevention is better than cure، أو مثل ما احنا نقول الوقاية خير من العلاج. So we're done now with point number one. Moving on to point number two, which is the good housekeeping in the office. The housekeeping, عندنا هني five S's. هذه مهمة ترى ولازم تعرفونها. Five S's في لهم اسمين. It's either five S's أو يسمونها the five golden rules. هذه اللي شنو هما Japanese people. They developed a rule. إن أنت شلون تقدرين تحافظين على ال perfect housekeeping، you have the perfect well maintained efficient effective workplace and office. ففي بعض المبادئ اللي هم يطبقونها عادة في مكاتبهم وفي شركاتهم علشان يضمنون كل هالأمور هذه. هذين الخمس نقاط أو ال five S's هما كالتالي. من هني عندنا سوري ذلين هما ال five S's اللي هما sort set shine standardized and sustained. And lately they've added safety. هذين النقاط أو هذين العناصر اللي هم الجابانيز developed them. بيقول لكم نشن of the people they need to be offered a safe and comfortable environment to work in. فأنت كنت قاعدة في بيئة عمل مريحة، في بيئة عمل آمنة، أنت كموظفة ممكن طبعا إنتاجيتك تزيد. ليش؟ لأن الموظف بيحس براحة في مجال العمل، بيحس أنه هو مرتاح، بالتالي يقدر هو ينتج ويشتغل بطريقة تكون أفضل. فإحنا هذين الفايف principles شلون نقدر نحن نطبقهم على مكاتبنا. The first point اللي هو شنو sort set and shine، الحين برويكم شيء. الحين عندنا هذين هما الفايف S's، صار حطيت لكم already safety فهما صاروا الحين ستة، بس خلينا نتكلم عن هذين الخمسة. أول شيء حطوا في بالكم إن those
three points اللي هو sort, set and shine. هذولين الثلاثة يعنون بيئة عمل تكون نظيفة, تكون مرتبة, تكون منظمة. فمعناته هذولين الثلاثة كلهم لهم معنى واحد اللي هما شنو؟ tidy, okay, and clean environment. فهذولين الثلاثة نعتبروهم نقطة واحدة. اوكي دلين sort, set and shine. اذا انا قلت لك يلا الحين انت عندك office well, I want you to apply one of the five S's that ensures that you have a tidy area. ف which aspects are going to be, شنو هم العناصر اللي بيكونوا من الفايف S's؟ They will tell me sort, set and shine. Sort اللي هو التنظيم او التصنيف والترتيب, اعداد وتلميع, shine يلمع. إنزين فهذولين شنو sort, set and shine اللي هما النظافة والترتيب والتنظيم. إنزين we'll move on to the next point اللي هو standardize. نشوفه عندنا you maintain healthy working environment. هذي وايد سهل, مجرد شنو بيئة عمل تكون صحية بس نقطة ترى. healthy working environment معناته standardize. النقطة اللي عقب اللي هو عندنا sustain. sustain keep all the machines and equipments in good conditions. تسوي لهم دائما صيانة دورية وتحافظين عليه عشان أداء الأجهزة يكون طبعا دائما في نفس المستوى في نفس الجودة. فسستين شنو معناته؟ إن إحنا نسوي مينتيننس ونحافظ على الأجهزة علشان ما يصير فيها أي مشاكل. آخر نقطة عندنا اللي هو شنو؟ السيفتي. هذه اللي هي النقطة السادسة السيفتي. السيفتي إنه you maintain a first aid room, غرفة إسعافات أولية حق الموظفين علشان تعالجونهم أو يرتاحون فيه في حالة أي إصابة تصيدهم. إذن لو كل شركة كل مكتب طبقوا هذولين الفايف إسز بيصير عندهم بيئة عمل بتكون بيرفكت من جميع النواحي. ليش؟ بيكون فيها نظافة العمل صحية ويكون في مكان حق الموظف إن كيس لو سمح الله صار في إصابة صار في أي شيء يقدرون الشركة إنهم يتصرفون ويعالجون الموظف. شنو تأثير السيفتي على الموظفين؟ على الشركة. الحين احنا عندنا هنا مثلا كاتبين لكم اكزامبل ان اذا احنا ما حافظنا على قوانين الامن والسلامة بيأثر سلبا على الموظفين وعلى الادارة او الشركة بشكل عام. فنتكلم اول شيء عن تأثيرها على الامبلويز. فالامبلويز اول شيء they will experience health problems, fatigue اللي هو الانهاك او التعب الشديد, stress ضغط نفسي يكون تعبان نفسيا يعني يكون عليه لود يعني ضغط, dissatisfaction عدم الرضا, more absenteeism بيزيد الغياب وبيصير في labor turnover الموظف ما بيكون مرتاح في مجال عمله فبالتالي بيطلع يغير department ماله يغير الشركة مالته, والproductivity والloyalty اللي هو الوفاء والإخلاص في العمل والإنتاج بيقل will go down. نفس الوقت عندنا حتى organizations will suffer and it will get affected because of safety problems. For the first point is and they will experience high operation cost and medical expenses. الكوست مالتهم المصاريف تكاليف بتزيد وطبعا الميديكال اكسبنسز اللي هو حق التكاليف العلاجيه شنو بيصير فيها تول جو اب بتزيد. الانتاجيه شنو بيصير فيها بتقل نفس ما شرحت لكم هني. والquality of production بعد بينزل اللي هو جودة أو مستوى الخدمات والإنتاج اللي هم يقدمونه بينزل. إذا الموظف على طول يمرض تعبان أو صادته إصابة ما كان مرتاح في عمله طبيعي أن الإنتاجية مالته ما بتكون زينة بتقل, في نفس الوقت حتى ما بيشتغل بذمة وضمير فبالتالي بتصير نوعية الquality أقل وفي بيصير في more accidents حوادث, reputation سمعة الشركة بتنزل بعد طبعا. هذه النقاط اللي هني اللي هما ال hazards in the office. أول شيء أوضح لكم معنى كلمة hazard اللي هما أخطار ممكن تصيب الموظف في مجال العمل. هذه النقاط هما مهمين ترى and they're very easy لازم تحفظون منهم وتعرفون يعني كذا واحدة ما بحدد بعد كم واحد بس you have to know. ففي المقدمة they're saying the danger is everywhere. It's at home, on the road, in the office. شنو نوع الإصابات اللي ممكن تصيب الموظف إنه be careful أو caution wet floor. طبيعي إن الموظف اللي بيمشي يمكن بيطيح بيتزحلق أو إذا كانت الأرضية ما كانوا مسوين لها صيانة يمكن مثلا تكون مكسورة أو تكون متأثرة مختربة فبالتالي بعد بيأثر على الموظف لأن واحد لين يمشي وايد سهل إنه هو يطيح صح. فأول نقطة شنو عندنا slippery or
الخطر الثاني using faulty or overcharged electrical equipments، إن أهما الأجهزة ممكن يكون فيها مثلا يسببون شوط أو يكونون they're overly charged، فهذا بعد في نفس الوقت ممكن يسبب طبعا إن الموظف يتشوط. النقطة الثالثة شرحتها حق my students في الصف، وقفت على الكرسي أتذكرون قلت لهم هل ممكن أنا أوقف وأشرح لكم الدرس على كرسي في ويلز؟ طبعا the answer is no، لأن it is dangerous، خاصة بالذات الكراسي اللي فيهم الويلات لأن ممكن طبعا يتحرك الموظف ممكن هو يطيح. فالنقطة الثالثة standing on chairs or other furniture rather than ladder to reach high shelves swirly shelves. Number four عندنا lifting heavy items without bending properly، طريقة صحيحة ان تشيلين شيء ثقيل ان تشندسون وتشيلونه مو بو انتو واقفين. Point number five here is torn carpets or broken floors. أرضية تكون مكسورة، زل يكون مشقوق أو مشفس بعد بسبب أن الموظف يطيح. فتلاحظون هاي شوية يشابه هذه النقطة، تقريبا نفس الشيء النقطة الأولى. وقبل الأخيرة removing safety guards from machines. مثلا شوفوا المراوح اللي عندكم حتى في البيت ما حطوا نفس الشباك قدامهم، ليش؟ حساس أنه ما حد يجي ويحط يده ممكن بيسبب إصابة. ففي نفس الوقت يعني احنا هنا يقصدون ان الاجهزه والمعدات اللي تكون موجوده لازم يكون في عليها سيفتي جارد. If you remove the safety guard it's going to cause you hazard or health problems. And the last point is obstacles in the gangways or blocked passages. هنا شوف صوره ممر المستشفى، هالممر لازم يكون سالك حق الحالات الطارئه، ما يصير انه يكون مسدود او يكون في شيء يعرقل حركه السير. هذه آخر نقطة عندنا في ذي. تناقشنا هني عن أنواع الهازرد أو الإصابات اللي ممكن تصيب الموظف في مجال العمل. الحين we move on to page 83، هذه الجدول شوفوا اللي عندكم هني. Hazards in the workplace they're classified as the following. عندنا خمسة أنواع من الهازردز. أول شيء الفيزيكال هازرد. الفيزيكال هازرد such as noise اللي هو الإزعاج أو الصوت العالي. الناس اللي يشتغلون في المصانع أو في الأماكن اللي مثلا فيها صوت وايد عالي ممكن مع الوقت يأثر على سمع الموظف، فهاي يعتبر نوع من أنواع الهازارد. humidity الرطوبة، improper temperature إذا أن المكان يكون وايد حار أو يكون وايد بارد، lighting الإضاءة تكون يا وايد قوية أو ما تكون زينة أن تأثر على نظر الموظف، وآخر شيء عندنا ventilation اللي هي التهوية. هذه النقاط كلهم يعتبرون من الphysical hazards. The second part is the electrical hazard such as the misuse and maintenance of wires. الوايرات اللي نسيء استعمالها أو أن يكون فيها خلل أو يكون فيها مشاكل تؤدي إلى بعض الحوادث اللي هي تكون electrical hazard. Number three is mechanical. Mechanical such as trapping, cutting fingers الأجهزة اللي ممكن تأثر مثلا الحاد اللي تقص الأشياء ممكن مثلا الموظف يحط يده he will cut his fingers، هذه يسمونه mechanical hazard. فإذا أعطيتك example قلت لك we have an employee who cut his finger، أي نوع hazard يعتبر؟ it's mechanical. what about مثلا noise أو ventilation بيكون physical hazard. آخر شيء عندنا chemical اللي هو شنو؟ السموكس والأنتي انسكت سبريز اللي هما الفليت اللي يرشونه حق الحشرات يأثر على التنفس، هو يعتبر طبعا كله كيماويات. And the last part here the other hazards are polluted air اللي هو الهواء اللي يكون متلوث، water, dust, fire، هاي كلهم يعتبرون others. لازم تعرفون كل نوع شنو يندرج تحته تفهمونهم. هاي الصفحات اللي هما page 84 85 86 87 88 عندنا 89 لرقم 7، هاي كله محذوف ما بديش معاكم في الامتحان. So we'll move on now to page 89 عندنا النقطة السابعة. Health and the safety regulations in Bahrain they're based on international regulations. في قوانين وأنظمة تكون عالمية احنا نلتزم فيها مملكة البحرين بالقوانين اللي تخص الأمن والسلامة. عندنا النقطة الأولى هني أول شيء الامبلويرز ديوتي، الامبلوير اللي هو شنو؟ الإدارة، شنو واجباتهم هما عشان يحافظون على الهيلث والسيفتي. أول شيء هني كاتبين لنا an employer should provide number one
safe and healthy work environment، بيئة عمل تكون صحية وسليمة وآمنة حق الموظفين. النقطة الثانية safe equipment and efficient maintenance، الإكويبمنت يكونون safe، وشيء ثاني يكون في maintenance أو يكون في صيانة دورية حق الأجهزة اللي يستخدمونها الموظفين. And then number three safe systems of work، واللي عقبها safe methods of handling, storing and transporting of goods. يعني خاصة الشركات اللي عندهم مثلا المعدات الثقيلة يشيلون، الموظفين عندهم يشيلون الكوارتين، لازم الشركة والإدارة يكون عندها طريقة آمنة يتبعونها الموظفين علشان أنهم يقدرون شي يسوون يشيلون ويرتبون يحطون الأغراض بطريقة ما تضر ظهرهم أو تعورها. مثلا ممكن يلبسونهم الحزام اللي يلبسونه علشان يشيلون الأشياء الثقيلة وما تأثر على ظهرهم. وقبل الأخير عندنا adequate training and safety practices، يسوون لهم لازم تدريب دوري علشان الموظفين يكونون يعرفون شلون يستخدمون مثلا الأجهزة بطريقة سليمة، يعرفون التصرفات اللي يسوونها في حال حدوث أي نوع من أنواع الأخطار في مجال العمل. And the last point here is promotion of health and safety within the organization، يحطون posters في الشغل مثلا safety first، يكتبون wear your helmet أو don't forget to put your mask on. هذه الأشياء من اللي هي الأمور اللي تكون توعوية حق الموظفين، فهذا يعتبر من ضمن المهام اللي يجب على الشركة أن هي تتبعها علشان تحافظ على السيفتي في مجال العمل. And the second part is the employees' duties، مهام الموظف، شلون الموظف يقدر أنه يساهم أنه يروج حق السيفتي والهيلث في مجال العمل ويحافظ على السيفتي. أول نقطة عندنا take care of health and safety for yourself and others، يراعي نفسه والآخرين، النقطة الأولى. النقطة الثانية you have to follow the safety practices، مثلا قانون الشركة ينص أنه لازم الموظف يلبس هلمت أو يلبس نظارة، معناته الموظف لازم أنه هو يلتزم بهذه القوانين ولازم يتبع هذه الإجراءات اللي تخص الأمن والسلامة. النقطة الثالثة cooperate with the employers in promoting and maintaining the health and safety، شوفوا هاي النقطة مساعة اللي قلنا تكلمنا أنه لازم الشركة تروج حق السيفتي والهيلث وتحط بوسترات، في نفس الوقت بعد لازم الموظف يتعاون مع الإدارة أنه هو بعد يروج حق السيفتي والهيلث ويساعدهم أنه هم يشتغلون تيم ورك علشان يصير فيه وعي في مجال. And the last point here is refrain from interfering or misusing anything provided for health and safety، يعني مثلا شفتوا طفاية الحريج اللي موجودة، الموظف ما يحق له أنه هو يعبث فيه يلعب فيه ويخربه، لأنه يمكن يصير طبعا في ظرف ويحتاجونه وما بيشتغل. فعشان كذي من مهام أو واجبات الموظف أنه هو يحافظ على المعدات اللي تخصص الأمن والسلامة، مثل ما أعطيتكم example fire extinguisher، that's an example for that point. So we discussed the employer's duty، number two employee's duty، وآخر شيء corporate responsibility. They're saying here the company has to protect persons not only employed by it but other people، يعني مثلا الشركة مو بس إن يهمها أمن وسلامة الموظفين عندها، لا حتى الضيوف اللي من برا، كاتبين لكم public الناس بشكل عام، ال customers الضيوف، people who deliver، لازم إحنا we ensure إن إحنا we provide for them بعد a healthy and safe environment عشان ما يصير في أي إصابات حق أي أحد يدخل الشركة. فشنو يصير؟ الشركة تكون مسؤولة عن أي موظف يكون داخلها، أو أي شخص قصدي يكون داخل الشركة تكون من مسؤولية الكوربريت أو الأورغنايزيشن. You have to take care of their safety and their health. الأغلبية كلكم تبون أشرح كنت الريبورت أكسيدنت، I'm going to come to it next. بس على فكرة بس حبيت أقول لكم ترى it is very very easy. أنتوا لا تشوفون إنه يعني مثلاً الجدول تحسون فيه وايد كلام فتحسونه صعب ومعقد، ترى هو وايد straight forward وايد سهل. reporting accidents، فالreport accident يكون فيه تفاصيل عن الحادث اللي صار. لا نروح بعيد، أنا بعطيكم example من your daily lives. إذا أحد فيكم الله لا يقول دعم، لو كان حادث يكون كلش بسيط، لما المرور إيه لازم إنه هو يكتب تقرير عن الحادث اللي صار، صح ولا لا؟ هاي نفس الشيء ترى بعد في العمل، أي إصابة صارت أو أي حادث صار لازم إن إحنا نقدم ريبورت ونسجل شنو اللي صار بالضبط، من كان السبب، شنو الإصابة اللي صارت. فهني شنو هذا يعتبر كدليل، كاتبين لكم it's proof
of the accident happening at work عشان حتى الموظف إذا هو تضرر مثلا في الشغل شلون يقدر إنه هو يطالب إنه يبي مثلا حقوقه حق إصابة العمل أو إنه هما يتكفلون بعلاجه، فبالتالي قدم هذه التقرير اللي هو تقرير الحادث. هني حاطين لكم صورة الأكسيدنت ريبورت فورم، الحين بنناقش النقاط اللي موجودة في فبنبتدي الحين نقطة بنقطة. أول شيء كهذي اسم الفورم اللي هو أكسيدنت ريبورت فورم. زين، نبي إحنا نكتب شنو تفاصيل الشخص اللي صابته، اللي عنده الإصابة، صح؟ فالإنجرد بيرسون أو الشخص المصاب، أول شيء هني شنو عندنا؟ السيرنيم. شنو معنات السيرنيم؟ اللي هو اللقب أو اسم العائلة. فيرست نيم الاسم الأول. البوزيشن، هذا الموظف شنو يشتغل، شنو شغلته؟ هو أكاونتنت أو ريسبشنست أو مدير، فنكتب هني منصبه في العمل. وهني تاريخ التوظيف، متى وظفه، يوم عيد ميلاده، رقم تليفونه، وشنو هني الهوم أدرس أو عنوان المنزلي. فهذا المربع الأول يخص التفاصيل، تفاصيل الموظف اللي هو صادته الان. أوكي تمام، فهذه مثل ما قلت لكم أول بوينت التفاصيل الخاصة بالموظف اللي هو صادته الانجري. This is so easy. نبتدي الحين نروح حق بوينت نمبر 2، date and the time of the accident. متى الموظف تعور؟ لنفرض بعد نفس الشيء، خلينا نقول مثلا، أوكي خلينا نقول أمس 12/11/2018. شنو details الانجري؟ خلينا نفكر في كيس، احنا خلينا نقول ان في موظف حرق يده، اوكي، او احترقت يده في المطبخ. فشو نكتب هني details؟ ان الامبلوي مثلا he got شنو fire burn on his hand. زين، الاكتيفيتي at the time of the accident، الموظف كان عندنا هو في المطبخ مثلا يبي يسوي برجرز، فشنو صار؟ نكتب هني what was he doing، he was مثلا. So the place of the accident and the injury. The place when? Kitchen. في الكيتشن. فالإصابة في وين كانت؟ أكال بليس. عندنا الكيتشن. رقم 6. The full details of the accident and the injury suffered and explain how it happened. اللي يبون بالضبط تفاصيل الحادث اللي صار. شنو اللي صار بالضبط؟ فنكتب هنا التفاصيل. لنفرض مثلا هذا الشخص، هنقول اسمه عبد الله، أوكي. مثلا عبد الله محمد، اوكي. فنقول نكتب هنا في التفاصيل انه والله عبد الله was in the kitchen and he was flipping burgers and therefore مثلا الفاير caught his t-shirt therefore احترقت يده وسببت له اصابه. Point number 7. What first aid treatment was given؟ شنو نوع الاسعافات الاوليه اللي هما اللي عبد الله استلمها في مجال العمل؟ فاحنا نكتب مثلا انه يو موظفين مثلا وطفوا الحريجه وحطوا مرهم على يده لنتصل فرضا، خلينا نقول في الاسعاف على اساس انه ياخذه. رقم 8. Was the injured person taken to the hospital? If yes, where? نكتب مثلا yes he was taken. وين ودوه؟ خلينا نقول مستشفى السلمانيه. فهني the names and the positions of the witnesses أو اللي هم الشهود، من الشخص اللي شاف الحادث اللي صار؟ نكتب اسمه. مثلا مين كان مع عبد الله؟ عندنا أحمد كان موجود، فهو كان أحمد موجود وقت اللي الانجري صارت عبد الله. وآخر نقطة عندنا reported by، مين الشخص اللي كتب التقرير؟ أنا اللي كتبت التقرير الحين، أكاني هذه توقيعي وبس، ترى that's it. فهذه basically the accident report form، تكتبين تفاصيل الحادثة اللي صارت أو تقرير حق الحادثة اللي صارت علشان مثل ما قلت لكم نحتفظ فيها أو الموظف يحتفظ فيها كدليل على الإصابة اللي صارتها، وحتى حق الشركة لازم يكون في عندهم دليل بالضبط شنو صار. فهذه هو الأكسيدنت ريبورت فورم. السيفتي ساينز هذين اللي موجودين في بيج هني، شوفوا بيج 94، هاي لازم تعرفونهم. ممكن يبون لكم مثلا صور مثلا you have to either fill in the gaps أو تواصلين، فإتس بيتر إن you know each and every one of them. So basically this is the end of chapter 5. Chapter 5 is it's very easy، أصلا نصه يعني تقريبا مو بدش معنا في الامتحان. وبس I think we covered everything in chapter 5.